مرحبا بكم مشاهدي قناة معلومة، كل عام وأنتم بخير بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. تعرف على حقيقة رامز جلال. وابن المخرج أحمد جلال توفيق وأخ للفنان ياسر جلال، بدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة العرمان الإعدادية، وفي المرحلة الثانية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية بعد انتهاء أيام المدرسة. قرر رامز الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وهذا بسبب حبه الكبير لفن التمثيل الذي عاش في داخله منذ صغره بسبب ذهابه المتكرر مع والده إلى المسرح أثناء البروفات مع أحمد السقا، أحمد حلمي، محمد سعد، مجدي كامل، منال عفيفي، منال سلامة، وأيمن عزب. يعني نفس دفعة رامز. بعد المعهد التحق رامز بالجيش وكان في قيادة سلاح المشاة. بدايته الفنية. أول عمل قام به رامز كان أثناء دراسته بالمعهد، وكان ذلك في مسرحية جوز ولوز، بطولة أحمد بدير، عايد رياض، سعاد نصر، وحسن حسني. اشترك في بدايته في عدة أدوار ثانوية، منها سهرة تلفزيونية بعنوان الرجل الطيب، ثم مسلسل ناس ولاد ناس، ثم الوعد الحق، والقضاء في الإسلام، ثم أنت لست زوجي. غاب رامز عن الساحة فترة، ثم عاد في مسلسل حياة الجوهري، ويعتبر هذا المسلسل بمثابة نقلة لرامز، وهو الذي عرف الناس به. كان هذا المسلسل من بطولة الفنانة يسرى والفنان مصطفى فهمي ومن إخراج وائل عبد الله. اشترك رامز في أدوار كثيرة في مسلسلات التلفزيون، ألف ليلة وليلة، رد قلبي، بانتظار العمر، وغيرها. قدم رامز مسرحية واحدة مع الفنان أحمد آدم والفنان صلاح عبد الله، وهي فيما يبدو سرقوا عبدا، وكانت من إخراج محسن حلمي. وللأطفال قدم مسرحية بعنوان الشبكة المسحورة مع سحر نوح وأحمد سلامة، ومن إخراج دكتور سامي عبد الحليم. أول فيلم شارك فيه كان فيلم 55 إسعاف من إخراج مجد الهواري، وبالرغم من أن الدور كان صغيرا إلا أن رامز استطاع لفت الأنظار إليه، ثم توالت الأفلام. وقدم ميدو مشاكل مع أحمد حلمي ومن إخراج محمد النجار، ثم الباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز ومن إخراج وائل إحسان، ثم قدم فيلم حبك نار مع مصطفى قمر ومن إخراج إيهاب راضي، ثم انطلق لسماء النجومية. واشتهر داخل الوسط الفني بروح الفكاهة وخفة الظل، حيث اعتاد على القيام بالمقالب مع أصدقائه داخل كواليس الأعمال الفنية. من شاهد الفيديو حتى النهاية، أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقل رأيك في الموضوع، وهل لديك موضوع تود طرحه؟ لمتابعة الحلقة ومشاهدة الكثير من الفيديوهات المثيرة لدى قناة معلومة، فقط قم بالاشتراك مع تنشيط علامة الجرس.